عايز اقول لحضراتكم انه طالما جبنا سيره الارهاب لازم تيجي سيره قطر. وقطر بقالها شويه يعني ايه كنا يعني تحت السطح طبعا شغالين. لكن لفت انتباهي حاجتين. تقرير نشرته صحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه قالت فيه انه سفراء الرباعي العربي اللي هو مصر والسعوديه والامارات والبحرين، الأربع سفراء لدى المملكة المتحدة لدى بريطانيا، وجهوا رسالة إلى قطر. يعني إحنا عندنا سفيرنا في بريطانيا هو سفير ناصر كامل، سفير السعودي هناك الأمير محمد بن نواف آل سعود، سفير البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وسليمان المزروعي ده السفير الإماراتي. الأربع سفراء دول وجهوا رسالة إلى قطر بشكل واضح جدا، قالوا لها فيها انه موقف الرباعي العربي من المقاطعة لا يهدف الى ان تكون قطر دولة تابعة، ولكن يهدف الى ان تكون قطر دولة محترمة، والتعبير دقيق، دولة محترمة تلتزم بالمعايير الدولية في الحرب ضد الارهاب. ببساطة شديدة جدا ده اللي الناس عايزاه من قطر، انه لا تدعم الارهاب، لا تأوي الارهاب، لا تمول الارهاب، لا تدافع عن الارهاب. وفي الرسالة دي رصدت تناقض مهم جدا، يعني السفراء الاربعة رصدوا تناقض مهم جدا او اشاروا في رسالتهم لتناقض مهم جدا. في 11 ابريل الشهر ده التقى تميم بترامب في البيت الابيض، والحقيقة انه ترامب زبله يعني بالمعنى الشعبي كده، تعامل معاه بنوع من التجاهل الشديد. في البيت الابيض تميم اتكلم مع ترامب وقال له انه يعني قطر لا تتسامح، خلي بالك، لا تتسامح مع الاشخاص الذين يمولون الارهاب. لانه هي قطر دي ينطبق عليها ايه اللي هو اشوف كلامك اصدقك، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. فتميم بلسانه قال انه قطر لن تتسامح مع الاشخاص الذين يدعمون الارهاب. بعد يومين بس، بعد يومين يوم 13 ابريل، خلي بالكم من التواريخ، يعني 11 ابريل كان تميم في البيت الابيض قاعد مع ترامب بيقول له مش هنتسامح مع اي حد يمول الارهاب. يوم 13 ابريل، اتكلم من ايام، حضر رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر حفل زفاف لاحد ممولي الارهاب اللي هو عبد الرحمن النعيمي، وعبد الرحمن النعيمي ده طالع في قوائم الكيانات الارهابيه اللي مطلعاها الامارات واللي مطلعاها السعوديه انه ده واحد من الارهابيين الكبار. الراجل ده عبد الرحمن النعيمي ده وزارة الخزانة الأمريكية نفسها قالت إنه أشرف على نقل أكثر من مليوني دولار إلى تنظيم القاعدة في العراق. وواحد من ضمن الناس اللي بيجمعوا تبرعات للجماعات الإرهابية. يبقى إحنا هنا إيه؟ الموقف 11 إبريل تميم يقول لك مش هنتسامح مع حد بيمول الإرهاب. 13 رئيس الوزراء القطري بيحضر حفل زفاف استضافوا فيه عبد الرحمن النعيمي. عبد الرحمن النعيمي ده متهم، مش هقول لك بقى من السعوديه بس ومن الامارات بس ومن مصر بس، من وزاره الخزانه الامريكيه، انه قام بنقل بتهريب 2 مليون دولار لتنظيم القاعده في العراق. انت ما بتتسامحش فين مع الناس اللي بتمول الارهاب؟ ما علينا، لانه عايز اقول لحضراتكم لا نحتاج الى دليل جديد يؤكد ان هذا الكيان السرطاني اللي موجود في جسم الأمة العربية هو قطر يأوي ويدعم ويحمي الإرهاب، مش محتاجين دليل جديد. لكن لفت انتباهي مثلا ان من شوية موقع المعارضة القطرية نشر معلومات خطيرة جدا، وقال انه قطر تورطت في اربع محاولات استهداف لاغتيال عبد الفتاح السيسي. هم عاملين حتى يعني انفو على الموقع بتاعهم اللي هو قطر ليكس، اللي هو زي ويكليكس كده. ففيه اربع محاولات وهقولها لحضراتكم عشان نبقى يعني مركزين فيها.
يعني الاول الصوره، ورونا الصوره اللي هي الشامله بتاعت اللي نشروها الموقع المعارضه القطريه، وبيقول فيها انه ده يعني تعبير عن جنون الدوحه، فيه اربع محاولات. خليني اقول لحضراتكم الاربع محاولات دول يعني تموا ازاي، امتى كان بيتكلموا فيها على ايه. طبقا لموقع المعارضة القطرية ده بيقول انه في عام 2013 تنظيم الحمدين، تنظيم الحمدين حمد بن خليفة وحمد بن جاسم، عزم على الانتقام من عزل الاخواني محمد مرسي، يعني طبقا لموقع المعارضة القطرية انه عام 2013 تنظيم الحمدين عزم على الانتقام عقب عزل الإخواني محمد مرسي، وتم تكليف المخابرات القطرية باغتيال الرئيس السيسي، وخصص لهم مبلغ 200 مليون دولار لإنهاء تجهيزات العملية الإجرامية، وذلك في عام 2013. فده أول عملية خططت لها قطر عبر المخابرات القطرية، خصصوا 200 مليون دولار لإنهاء تجهيزات العملية، وليه الحمد لله ربنا نجى عبد الفتاح السيسي منه. في 2015 كانت في محاولة تاني، الدوحة جندت خلية من أعضاء الجماعة الإرهابية لتنفيذ الإخوان لتنفيذ العملية الجماعة الإرهابية من الإخوان المسلمين، واستقطبت ضباط سابقين بوزارة الداخلية لتدريب المنفذين، ووضعت خطة لاستهداف موكب السيسي عبر سيارة ملغوم. دي كانت المحاولة التانية. 2016 كانت المحاولة التالتة. في 2016 رصدت الاستخبارات الأمريكية التحركات القطرية المشبوه، وحذرت نظام تميم من مغبة الإقدام على هذا العمل الخطير، إلا أن النظام القطري تجاهل التحذيرات الأمريكية. أنا هنا بقول لحضراتكم نصا ما نشر على موقع المعارضة القطرية. في 2017 كانت المحاولة الرابعة، وضعت المخابرات القطرية ساعة الصفر لاغتيال السيسي، حيث قررت التنفيذ خلال حضوره مؤتمرا دوليا في شرم الشيخ، إلا أن واشنطن كشفت للرئيس المصري تفاصيل المؤامرة، وتحرك الأمن المصري سريعا وأجهض الهجوم. طيب هنا خليني أعلق على هذا التقرير. ده تقرير وهتقولنا تاني يا جماعة من موقع المعارضة القطرية، تقرير تنقصه كثير من المعلومات. يعني هو تقرير صادق؟ آه صادق، لأن أنا هقول لحضراتكم حاجة. من 2013 عندما وقف عبد الفتاح السيسي ليعلن خريطة الطريق من مبنى وزارة الدفاع بعزل محمد مرسي والغاء العمل بالدستور وتعيين واللي هو انه رئيس المحكمه الدستوريه يتولى اداره البلاد، الخريطه من اليوم ده، وانا يعني اعتقد انه احنا قدام اكتر من 15 20 محاوله اغتيال لعبد الفتاح السيسي، لم يعلن عن كثير من هذه المحاولات. في امام المحاكم المصريه بدرجاتها تنظيمات تحاكم بتهمه محاوله اغتيال عبد الفتاح السيسي. تمام؟ الاشهر واللي الناس عارفاها اللي هي كانت محاوله اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعوديه اثناء ادائه لفريضه العمر. دي موجوده في المحاكم، والجرائد المصريه نشرت كتير من تفاصيل. لكن النهارده الموقع المعارضه القطريه بيجي بيقول انه النظام القطري بشكل واضح جدا، يعني انت قطر تقدر تتبرأ بقى من الاخوان، تقول لا ماليش دعوه، تقول انا دول لاجئين، دول مش عارف ايه، لكن هنا اشاره واضحه جدا الى انه النظام القطري والمخابرات القطريه بشكل اساسي خططت وحاولت تنفيذ اكتر من محاوله لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا لما تلاقي في نظام زي ده، وهنا زي ما بقول انه قطر لا تعبر عن دولة قوية، هي سمسار، هي واجهة لأجهزة أخرى وواجهة لدول أخرى ويد لتنفيذ مخطط يعني في المنطقة. يعني انت لما تيجي لقطر، قطر لوحدها كده يعني ممكن تتفعس، يعني السعودية كده تحط ايدها عليها تنهي قطر. لكن هي المسألة مش قطر، زيك يقول لك ايه بقى، بلد كبيره زي مصر واعلام كبير زي الاعلام المصري قاعد شاغل نفسه بحته قطر دوله صغيره. ما هي مش حته قطر ومش دوله صغيره، لا، هي سمسار وواجهه لدول اخرى، لقوى اخرى، لاجهزه مخابرات اخرى، لتمويل ضخم جدا. وهذه الجماعات والمخابرات والدول
ترى أن هذا الرجل عطل مصالحها وعطل مشروعها فبيستهدفوه بالاغتيال. هنا عفتاح السيسي بالنسبة لنا مش شخص، مش مجرد شخص، مش مجرد رئيس تم انتخابه، لا، هو رمز لمشروع وطني يحافظ على استقلال هذا البلد ويحاول تنميته ببساطة شديدة جدا. يعني لما تيجي تقول هو عفتاح السيسي عامل قلق ليه، مزعل الناس دي في ايه، مضايقهم في ايه، عايزين يخلصوا منه ليه، لانه هقول لك انه رمز الحاجتين، لاستقلال بلد ولمحاوله تنميه بلد ما تنمتش من زمان. حتى الناس اللي يجي يقول لك احنا تعبانين وعندنا مشاكل وما والاسعار مش عارف حصل فيها كذا كذا كذا، انت بتتكلم على محاوله ترميم بلد، ترميم بلد. المسائل مش هتفضل كده طول الوقت ومرهونه بان انت هتشارك بايه وهتشتغل في ايه، لكن ده موضوع تاني. الموضوع الاساسي هنا انه هذا الرجل لا يزال هو المستهدف رقم واحد في مصر. الكشف النهارده اللي كشفته المعارضه القطريه ان في اربع محاولات، زي ما بيقولوا هم عندهم ايه، برنامج كده قاعدين يعملوه، لك ما خفي اعظم، فبرضه ما خفي من محاولاتهم ومؤامراتهم الدنيئه فيما يبدو انه لا يزال كثير جدا. فكانت هذه مجرد اشارة من موقع المخابرات القطرية، المعارضة القطرية، انه في محاولات لاغتيال عفتاح السيسي، اربع محاولات تورطت فيها قطر. المعلومات هذه فقط هي المعلومات اللي منشورة، لكن في معلومات كثيرة اخرى اعتقد يمكن في وقت قادم يتم الكشف عن هذه المعلومات، لان انتوا عارفين زي ما بيقولوا كده ايه، يعني لا شيء فوق هذا التراب لا يرى، ولا شيء يرى الا ويسكر، ولا شيء يسكر الا ويخلد. يعني ما فيش حاجه بتفضل مستخبيه طول الوقت، الناس هتعرف. لكن انا بقول لحضراتكم انتبهوا، لانه المساله ما خلصتش، مش بسيطه، مش انتخبناه وخلاص كده الامور، لا، لا يزال فيه استهداف، واستهداف ضخم جدا.